بسم الله الرحمن الرحيم. احنا دلوقتي هنبدأ الجزء الرابع من التوتوريال، هنتكلم فيه على السكور واللايف. احنا خلصنا البيرد، خلاص خلصنا الطائر، خلصنا التاورز، فاضل لنا السكور واللايف والريدي والسيت وجو. عشان نبدأ مثلا ممكن نعمل روم تاني، هو ده الروم ريدي سيت جو، ممكن نعمله كوبي من ده بحيث ان احنا بس نشيل الحاجة دي ونشيل دي ونشيل دي، وهيبقى عندي الروم دي فاضية بحيث ان انا اكتب فيها ريدي سيت جو، وبعد كده ينقل على الروم التاني على طول. هي دي حل بسيط وممكن اي حد يستخدمه، بحيث ان انا معلقش باقي الحاجة، معلقش باقي الجيمز، باقي الاوبجيكات معلقهاش على الحاجات بتاعت الكرياتا وكده. فممكن اعمل روم ريدي سيت جو واحط فيها الاوبجكت ده، هسميه اوبجكت ريدي مثلا، احط فيه السبرايت. هنجيب السبرايت من هنا، وده هيبقى سبرايت ريدي مثلا، طالما احنا خليناها ريدي. وهنقول له اول ما اضغط ليفت باتون جلوبال ليفت ريزد ينقل للروم التانية، لو ينقل لديفرنت روم حسب ما احنا الترتيب بتاعنا، روم تيست لغاية ما نغير اسمها. نحط في روم ريدي دي الاوبجكت بتاعنا، تمام. ده هيبقى هنحط فوق كده، نجربه مثلا، هنلاقي ان هي كده، نروح داخلين تمام. فاحنا ممكن نعمله حاجة تانية، هو هنا بس عايزين نلغي حركة الباك جراوند عشان منبقاش يعني كده هي تتحرك اول ما ندخل. عذرا، هو كده تمام، وبكده بدأ تمام. ممكن نعمله عشان الدخله الصعبه دي، ممكن نخليه اول ما يتكريت اساسا الفي سبيد بتاعه ينقص باربعه، بحيث ان هو يبقى ناطط، بحيث ان اللاعب ياخد راحته بعد ما يضغط على الريدي. ضغطنا على الريدي هو هيجيله ناطط، وبعد كده هو يلعب براحته. ادي تمام تمام وهكذا، والجيم بدأ من جديد. انا هنقل له اضغط التابنج اهو وهكذا. ادي الجيم اهو كده 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 تمام وهكذا. بقى الجيم ممكن يكون ممكن عايز تتغير ارقام او حاجة، يعني براحتك، الحكاية دي تتوقف عليك انت. هنعمل دلوقتي السكور اللي هو بيزيد كل ما بيعدي خطوة معينة، الاوبجكت سكور ده لما بيتكريت بيبقى بصفر، بداية السكور في أول مرحلة بيبقى بصفر. أدي سكور يساوي صفر. كل بقى كل مثلا ما يقعد فترة معينة، لو هنستخدم على الفترات غير لما يعدي بلوكات، فهو يعني الحكاية مش هتبقى يعني حاجة صعبة قوي. احنا ممكن نخليه أول ما يعدي البلوك، ممكن نخليه أول ما يعدي البلوك ياخد بوينت، أو ممكن أول ما كل ثانية تعدي ياخد بوينت، مش هتفرق أوي الحكاية دي. لكن احنا هنتكلم على عامة الاندرس رانر جيمز بتبقى عبارة عن ان التايم بتاعك هو اللي بتقعد فيه قد ايه. فاحنا ممكن نخليه الارم، نقول للالارم ده كل نص ثانية، نص ثانية تزيد سكور زائد يساوي واحد. وبعد كده طالما زائد يساوي واحد يرجع تاني يعيد الأدر يساوي نص، اللي هي 30. الأوبجكت سكور ده هنحطه هنا في الروم تيست، وهنقول له ارسم لنا بقى السكور. ادي فين سكور،
يعني بالطريقة السهلة through scope في ال x وال y بتوعه، وممكن يعني مش لازم الكلمة دي قوي، مش هنعتمد عليها قوي. يرسم هو هنا كده ال scope بتاعه في نفس المكان اللي أنا شايفه ده. هنستخدم فونت معين وماله، ممكن نستخدم فونت، ممكن في فونت بيكسل بحيث انه يليق اكتر. تمام، الارقام اهي بتاعته. تمام، حلو حلو داوي. ممكن السايز بتاعه نخليه 8 ونخليه تمام حلو 8. اوبجكت سكور يتعمل له درو، وناخده الفونت ده بقى يتعمل له درو بهذا بالفونت ده. اللاين بتاعه يبقى ليفت، بحيث ان هو الشاشه يعني كل ما يزيد الرقم يروح ليفت كده. ونجربه نحطوه، بس قبل ما نجربه احنا هنخلي الكالر بتاعه، الكالر بتاعه ابيض تمام او اسود، يعني اللي يليق على الخلفيه اسود. وهنشوفه نجربه، ادي هو كده 2 3 4 5. ممكن نوقفه برضو الحكايه دي، ان هو لقينا بيزيد اول ما حتى بعد ما هو مات، لا انا عايزه يقف. فانا ممكن اقول له لو if color صفر، ده في object build طبعا، اصغر من الصفر السكور يزيد. لو محصلش كده يتدمر تماما، فالسكور كده هيبقى هيثبت. ممكن اكبر الفونت شويه، يعني شايف فيها يعني كده تمام. نجربه، عندي 1 2 3 4 5 بقت 6 وكده. طب انا خلاص خسرت، فانا ممكن اخد السكور ده واحطه في قائمه السكور في التيبل بتاع السكور، او ان انا يعني اضيفه لل يعني يعمل اي حاجه بقى بالسكور، يقول له يبعت له رساله يقول له انت جبت سكور كذا، انت عملت سكور كذا، بحيث ان هو يشوف هو جاب كام. فاحنا ممكن نخليه اول ما يخسر يجي له رساله يقول له فيها فين الرساله. تمام، يقول له فيها، او ممكن نكتبها في كود احسن بحيث ان انا استخدم الاكواد صح. شو مسج، واقول له فيها مبروك انت جبت. بعد كده اقول له السكور، وبعد كده الجيم يخلص. كده يعني تقريبا شبه كده الحكاية، الرابط على الانتهاء يعني. يعني 1 2 3 4 5 6 7 8، وده خبط جالي 9. هنا في غلطة، هنا في غلطة. تمام. هنا بقى بالمرة نقول الملحوظة دي، السكور عندي ده بيبقى عبارة عن متغير عددي، فما ينفعش اظهره في متغير نصي زي الرسالة، فانا لازم اقول له اتعامل معاه على انه نص. الحكايه دي هحل بيها الحكايه، هقول له اتعامل معاه على انه الرقم ده مجرد نص، فهو هيظهره على انه نص، ومش هيتعامل معاه على انه سكور. ان السكور يعني عشان اتعامل معاه على هيئته دي، هتعامل معاه على انه معادلات. اهو قال لي مبروك انت جبت 9 اللي انا جايبها هنا. كده خلصنا تقريبا الجزئيه دي، كده خلصنا السكور. يعني انا ممكن دلوقتي نجرب اللعبه نشوف هنجيب هاي سكور كام. يعني هو بقرب بقرب هنا، يعني مش عجباني حكايه ان انا لو وقعت كده فجاه على طول بتخبط، فممكن اسهلها على نفسي، انا اللي عامل اللعبه يعني. فممكن اقول تاور مثلا يتحرك اسرع شويه، حرك 1 و2 مثلا. فيعني
بالمرة نحل الحكايات التقنية دي يعني. تحرك بسرعة شوية عشان ألحق أنط كده أبقى هربت منك يعني. خبطت فوق يعني، مش يعني صعب برضه. خبطت برضه. أنا مش عارف، مش عارف للأسف مش عارف أعمل يعني. احنا قلنا ناخده مثال الاندلس رانر جيمز هنا. انا هنا بص بقى، انا هنا خبطت في عمود انا مش شايفه، فده مش ذنبي، مش ذنب اللاعب اللي بيلعب اللعبه ان هو مش شايفه. فانا ممكن اقول البلوك طالما انت بره الروم من فوق، عشان هو كده كده بره اساسا جاي من هنا، فانا اقول له لو انت بره الروم من فوق خلاص روح انا مش عايزك، وراح قايل له من غير ما ترد اطلع بره. فانا ممكن اقول الاوبجكت صور لو انت وانت متكريت عشان تبقى سهله، او حتى في الاستيب عادي. يعني احنا كده كده مش يعني اللعبه ما فيهاش حاجات كتير او تقلها. لو انت ايه في الواي بتاعك بيساوي صفر روح انستنس ديستروي. وبالمره برضو لو الاكس بتاعك، الاكس اللي هو السيني بتاعك، لو الاكس بتاعك صغر اصغر من الصفر، يعني انت طلعت بره الروم من الشمال، برضو مش عايزك. فانا هقول لك انستانس ديستروي، انستانس ديستروي. تمام. نجرب بقى. هو الاكس عايز يقل شويه بحيث ان هو ما يبانليش قوي كده، ما فضحش يعني. فممكن اقول له مثلا الاكس اقل من ال 46 مثلا، واقول له نجرب. يلا اهو 1 2 3. لا انا كده، انا كده بهبل. ما عملتش سالب، ما عملتش سالب. تمام كده اهو سالب. جربه. كويس، جبنا 11. نلعبه تاني يعني، في تقدم. انا عايز بس عايز اشوف البلوك اللي هيبقى من فوق، هشوف هخبط فيه ولا لا. ايوه مفيش، شفته يعني. كده حلينا الحكايه دي ان هو ما بقاش بيخبط في السقف، يعني سقف الروم ما بقاش بيخبط فيه، بقى عادي التعامل معاه. كده نكون خلصنا يعني حكايه الساوندز. اظنش ان هي صعبه، بس عادي يعني لو عايزين نشوفوها ممكن. بس ده في يعني الجزء الجاي هنفنش فيه اللعبة، بمعنى أصح هي بسيطة. هنفنش فيه اللعبة بإننا نعمل الأصوات، وهنقول كلمتين يفيدونا في ال في هذا في النوع ده من الألعاب اللي هو الإندلس رونر اللي هو ما بيخلصش. انا هنا الفونت، الفونت عشان غيرت اسمه انا، فهو مش هيقراه. انا هعدله تاني واقول له فونت سكور. تمام، وهو شغال اهو، بيقبض بيشغل اهو. يعني كده نكون خلصنا الجزء ده. في الفيديو الجاي هنفنش اللعبة، هنغير ملامح البداية، هنعمل يعني قد تكون النهاية مش مهمة أوي يعني. ده كده خلصنا اللعبة، ولكن النهاية الفيديو الأخير ده هنوضح فيه حاجات كتيرة عن نوع الألعاب ده. هيكون مهم، مهم، لأني هبين بيه حاجات كتير حوالين الألعاب الإندلس رانر. وإن شاء الله نشوفكم الفيديو الجاي، هتلاقوه في الديسكريبشن برضو. والملف ده ان شاء الله هرفعه، هتلاقوه في الديسكريبشن يا اما في المنتدى ان شاء الله learngm.com.